بسم الله الرحمن الرحيم. إن كتابي في الذكاء الاصطناعي عبارة عن ترجمة واقعية لما يحصل من تنافس محموم بين دول العالم المتقدم. مبدئيا يهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى تقديم نظم صناعية متقدمة تحاكي ذكاء الإنسان أو قد تتفوق عليه في المستقبل القريب إن أمكن. ولا أدل على أهمية هذا العلم من كون دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 وقعت اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات. وقد شهدنا تجليات أهمية هذا العلم من خلال الروبوتات والأجهزة الذكية الأخرى واستخدامهم في المشافي وفي القطاع الصحي بشكل عام للتخفيف من الأثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا. بصورة عامة، فإن عمالقة الصناعة المعاصرين يستثمرون بشكل هائل في الطب التنبؤي، وقد ظهر نتيجة هذا الاستثمار تطبيقات حديثة كالساعات والسماعات الذكية، بحيث يتم تحليل البيانات الواردة منها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن يدري، فقد يأتي علينا يوم يظهر فيه الدواء التفاعلي عن طريق الاتصال بطبيب افتراضي لا تعرفه ولا يعرفك باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. هنا لابد من الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية هي إحدى الجهات المتميزة والراقية في تقديم كل ما هو جديد من خلال اتصالها بالنخب العلمية المنتشرة في الوطن العربي الكبير لتقديم كل ما هو جديد للفكر العربي. وشكراً.